بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. اسمحوا لي أن أنا أعرض جزء من جهود المجلس القومي للمرأة. إحنا وزعنا على سيادتكم ورقة عمل موجود فيها بالتفصيل كل الأنشطة، وبرضو ده يمكن مش بالتفصيل، لكن في حالة حاجة أي حد فيكم معلومات زيادة ممكن يتفضل في المجلس القومي للمرأة. بداية أود أن أؤكد أن لقاءنا عام 2000 وهذه الأنشطة التي قام بها المجلس في هذا المجال تنوعت ما بين دراسات وأبحاث ولقاءات مع السادة المسؤولين للدولة والمجتمع المدني، وأخيرا وضع مقترح قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. لابد أن ننظر إلى قضية التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات في إطار أوسع وأشمل لمفهوم العنف الموجه ضد المرأة، وفي إطار ضرورة كفالة وحماية حرية المرأة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان. سأستعرض مع سيادتكم بعض الأنشطة والبرامج التي نفذها المجلس القومي للمرأة ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ومناهضة التحرش الجنسي على وجه الخصوص، وطبقا لاختصاصات المجلس القومي للمرأة التي تنص على مسؤوليته في اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة. وأيضا يأتي ضمن اقتصاد المجلس اقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بالمرأة وإجراء الدراسات والبحوث وتنظيم برامج التدريب والتوعية بدور المرأة وحقوقها وواجباتها وغيرها. بدأت جهود المجلس قبل ثورة 25 يناير ومنذ إنشائه عام 2000 مع مجموعة من الجهات المعنية التنفيذية في الدولة على مستوى جميع المحافظات ومن خلال فروع المجلس والمحافظات. كان أول نشاط قام به المجلس هو إنشاء مكاتب لتلقي شكاوى المرأة على مستوى الفروع في 27 محافظة، وحارب هذه المكاتب خط ساخن للنساء لتلقي أي شكاوى وكذلك مساعدتهن في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في مشروع لمكافحة العنف ضد المرأة بدأ عام 2004، كان المشروع ده بيركز على مستوى أداء الخدمات المقدمة من الجمعيات الأهلية، والمجلس كان بيساند هذه الجمعيات، وكذلك تم إجراء دراسة بحثية متعمقة لمشكلة العنف ضد النساء، واستمرت هذه الدراسة لمدة عامين وخرجت وانتهت دراسة في عام 2009. في عام 2010 تم وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية. هذه الاستراتيجية عكست التنوع ما بين ثقافات المناطق الجغرافية المختلفة لمصر واختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت الاستراتيجية هذه الاستراتيجية ثلاث أهداف أساسية، منها القوانين، تعزيز القوانين واللوائح لمنع العنف، حماية النساء، وآخر بند منع كافة أشكال العنف من خلال التوعية والتعليم. بالنسبة للقوانين، الحقيقة المجلس أخذ يطالب لمدة 3 سنوات بتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات على مرتكبي العنف أو التحرش ضد النساء، وهذه المطالب نتج عنها إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 11 لعام 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش. بعد الثورة قام المجلس القومي بعد إعادة تشكيله حدد خطة عمل للمجلس بناء على اختصاصاته، وتم اقرارها من السيد رئيس مجلس الوزراء في 16 مارس 2012 ويتم تنفيذها حتى الان بالتعاون مع الاجهزه التنفيذيه للدوله ومن خلال فروع المجلس بالمحافظات. عدد من الانشطه قام بها المجلس في مجال التحرش الجنسي على وجه الخصوص
كان منها واولها واهمها لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء، وكان هناك لقاءان. اللقاء الاول كان مع السيد الدكتور هشام قنديل في اكتوبر الماضي عام 2012. الجانبين بحثا سبل التعاون واوجه المسانده التي يمكن ان يقدمها رئيس مجلس الوزراء للمجلس، واكد من خلال هذا اللقاء سياده رئيس الوزراء استعداده التام على مساعده المجلس في تنفيذ خططه في هذا المجال على وجه الخصوص. اللقاء الثاني كان بحضور السيده وزيرة الشؤون الاجتماعيه والسيد رئيس ومدير كليه الشرطه وامين عام مجلس الوزراء ومسؤولين من وزاره الاعلام ومركز البحوث الاجتماعيه والبنائيه. وخلال هذا اللقاء طلبت السفيره مرة تلاوي رئيس المجلس خطوات عمليه خاصه بكل جهه. اولا ان يتم تقديم مقترح قانون لمكافحه العنف ضد المراه وليس التحرش فقط، وان يكون له لائحه تنفيذيه قويه. ان يتم دعم وزاره الداخليه في مجال الامن واداره الاداب بالوزاره على وجه الخصوص، وبالاضافه الى ذلك تواجد ضابطات في الاقسام. واخيرا دعم وزاره الشؤون الاجتماعيه لان لديها اجهزه تصل الى الفئات المهمشه والفقيره وليس لديها امكانيات ماديه لتحقيق هذه الاهداف. عقدت بعض اللقاءات مع الساده وزراء الداخليه، كان هذه اللقاءات بخصوص الاجراءات الفعليه التنفيذيه التي تقوم بها الوزاره لمكافحه التحرش خاصه في الاعياد. والحقيقه ان الوزاره وعدت ان في اجراءات تنفيذيه حول برامج التدخل والوقايه لظاهره التحرش، واكدت على ان هي هتوفر للمجلس القومي للمراه بيانات ومعلومات حوالين جرائم العنف. كما طلبت من المجلس ان يتولى مسؤوليه توعيه اهالي الضحايا بعدم التنازل عن حقهم لمعاقبه الخونان، لان كانت تلك احدى المشاكل اللي بتواجهها وزاره الداخليه. بالنسبه للجهات التنفيذيه الاخرى، المجلس عقد مجموعه كبيره جدا من جلسات الاستماع مع الاجهزه التنفيذيه المسؤوله عن مشكله التحرش، مثل وزاره العدل، الداخليه، التربيه والتعليم، وزاره الاوقاف، ممثلين عن الازهر والكنيسه، وعدد من الخبراء والمجتمع المدني وبعض الرموز الاعلاميه. وقام المجلس بمخاطبه هذه ثلاث جهات رسميا كوزاره الداخليه والاوقاف والاعلام، وحددت فيها الخطوات التنفيذيه التي يجب ان تقوم بها كل وزاره خاصه في فتره الاعياد. وتم اطلاع السيد رئيس مجلس الوزراء على هذه نتائج هذه اللقاءات لمتابعه الخطابات وتوجهاته لكل الوزاره. قام المجلس القومي للمراه باستطلاع راي ل 13500 سيده على مستوى الجمهوريه. وكانت الدراسه دي بتركز على ايه تحليل ابعاد المشكله وايه اسباب العنف ضد المراه، مش بس التحرش الجنسي لكن العنف على بشكل عام، وايه سبل القضاء عليه. والحقيقه كانت نتيجه الاستبيان اكدت على ان 85% من السيدات اللي هم يمثلن 13500 سيده كانوا يعتبرن ان ظاهره التحرش هي من اهم المشاكل اللي بتواجههن، ويجب ان المجتمع او الدوله ترعى ليها اهتمام خاص. كما ان 82% من السيدات تعرضن لتحرش لفظي او جسدي في الشوارع والمواصلات. عقد المجلس القومي للمراه من خلال فروعه 27 مؤتمر في يوم واحد لمناقشه تحت مسمى نحو حياه امنه للمراه المصريه، ونقشت فيها الرؤيه النفسيه والقانونيه والدينيه لظاهره العنف واسباب العنف الاسري وسبل مناهضه العنف في المدارس، وخرجت بمجموعه من التوصيات جاري تنفيذها حتى الان. في 25 نوفمبر 2012 قام المجلس القومي للمرأة بعمل مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي، وتم دعوة فيه عدد كبير من المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني وخبراء ولفيف من الإعلاميين. وخلال هذا المؤتمر عرضت شهادات وقصص النجاح في مجال تمكين المرأة وتوزيع جوائز للمبادرات الإعلامية التي تبنت قضية العنف ضد النساء. بالنسبة للجهود الإعلامية، المجلس قام بحملة إعلامية لمدة 10 أيام قبل عيد الأضحى، وكانت حملة إعلامية مكثفة جدا. أصدر كتيبين حول العنف والتحرش. وأخيرا أعلن المجلس عن إطلاق حملة تؤكد دعم ومساندة المرأة المصرية لجهود المجلس في مكافحة التحرش، والحملة دي تم فيها جمع 1 مليون توقيع من السيدات المصريات في مناطق العنف.
بالنسبه لموقف المجلس على الاعتداءات على الاعتداء على المتظاهرات، قام المجلس باصدار بيانات للادانه، تضامن المجلس قضائيا مع الضحايا وسندهم لاقامه الدعاوى القضائيه، قدم الدعم النفسي وشارك مع الجمعيات الاهليه في تقديم الدعم النفسي والصحي للمعنفات، واخيرا قام المجلس بوضع مقترح لقانون عقدة ضد المرأة. وشكرا.